السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا ماشي ديكور، ماشي اعمال يدويه، اليوم وصفة جربتها عجبتني بزاف وعطت نتيجه، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. ما نطولش عليكم، الوصفه ديال اليوم كما شفتوا في العنوان لتبييض الاسنان فعاله جدا جدا جدا، وهذه تجربه شخصيه وعجبتني بزاف وقلت نجربها معاكم. انا حطيت كل شيء هنايا، غادي نقولوا لكم. عندي هنايا نص حامضه، كندير قطرات الحامض، انا كندير نص حامضه. عندي نص معلقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم، ما تخافوش منهم، كيديروا والو، ما كيضروش في السنان. نص ربع، ماشي نص ربع، معلقه ديال الملحه. اللي عندها حساسيه من الملحه ولا كضرها في اللثه ديالو لا بلاش ما ديرها. نص معلقه صغيره ديال العجينه ديال الحلوه، عندي حبيبات، الا عندك معجنه ديريها ماشي مشكل. ونص معلقه ديال الخماره ديال الحلوه البيكنج باودر، عندي حتى هي منها نص معلقه. كنخلطهم كاملين، سهل سهله الطريقه، سهله بزاف. كنخلطهم كاملين مع بعضهم، انا كندير غير كميه صغيره اللي هي نص نص نص، وكنخلطهم. كنزيد عليهم واحد نص حامضه، بغيتي تزيديها كلها زيديها، بغيتي تزيديها شويه زيديه. وكنزيد عليهم زيت الزيتون، زيت العود، الا عندك زيت الكوكو حتى هي راه مزيانه. قياس معلقه صغيره ولا صافي. وكنزيد عليهم الدونتيفريز، معجون الاسنان، اي معجون اسنان ماشي بالضروره اللي درت انا، غير انا كنستعمل هذا. صافي كنخلطهم، خلطهم مزيان حتى تحصلي على عجين. ما تخافيش من الخلطه، ما كدير والو، ما عندها حتى اضرار، وكترد السنان رائعين على مده 3 ايام. تستعملي هذه الخلطه لمده 3 ايام كترد لك سنانك بياض طبيعي صحيين. انا حتى جربتها وعطاتني نتيجه، عاد شاركتها معكم. جدا جدا رائعة، انا متأكدة غادي تعجبكم لانها كتعطيه بصح فعالية. انا شفت بزاف الناس داروها وقلت علاش لا ما نجربهاش، وفاش جربتها وعجبتني وعطتني نتيجة قلت نشاركها معكم. كتشديها كتحكي سنانك عادي كما كتحكي بالدونتيفريس عادي كتحكيهم. انا كنت نديرهم مرة في الصباح ومرة في الليل. اول يومين درتهم ثلاث مرات، مره في الصباح ومره في الليل ووسط النهار، حيت انا كنشرب القهوه بزاف بزاف بزاف. داكشي علاش كنحك بزاف، تيبقى راك عارفين لاطراس ديال القهوه واتاي وداكشي.
خصوصا القهوه كتعطي لات خاص بزاف. كنت نحكم 3 مرات، من بعد فاش شفت النتيجه بيضوا ليا بديت نحكم 2 مرات في النهار. من بعد درت القرنفل، غليت الماء وتندير فيه القرنفل والنعناع، كنخليهم في الماء مغلي، كنخوي عليهم في الماء مغلي وكنديرهم واحد 15 دقائق، كنخليهم عليه ما يدفى الماء ما يبقى سخون بزاف، وكنشلل به في مي حتى هو كيعاون اللتة ديالك ما كتبقاش يجيها النزيف، اللي عنده النزيف ما كيبقاش يجيه النزيف، واللي مريضه له اللتة اللي سنانو حتى هما كيضروه، كاين اللي غير كياكل اي حاجه وكيبداو يضروه سنانو، راه هذيك الخلطه ديال القرنفل والنعناع راه بزاف زوينه. ممكن تزيدي عليها الى عندك السواك حتى هو الى زديه راه رائع الفم بزاف رائع، ما تخليش الريحه ما الى تخلط مع القرنفل والنعناع ريحه الفم ما تبقاش، حتى تعاون حتى على سنان انتي بياضو زوين بزاف بزاف بزاف، وهو تيقوي اللتة ما كيخليش اللتة الى عندك مريضه، راه السواك جدا رائع. كنتمنى الوصفه ديال اليوم، ما بغيتش نطول عليكم، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. بغيت نقول لكم انا كندير كميه صغيره يعني قليله، بحال هكا كما شفتوا نص معلقه صغيره من كل شيء الا الملح، كندير منها 4 معالق باش ما كتبقاش عندي الكميه بلا ما تخسر بلا ما والو. زيت العود راه مزيانه حتى للتبييض حتى هي، وكتخلي الخليط ديالنا ما كيخسرش. يمكن لك الا بقى لك منها تغطيها وتحطيها في الباب ديال الثلاجه وخليها، راه هي اصلا ما غاديش تبقى لك بزاف، غادي ديري منها هي تبقى صالحه لثلاث ايام. انا اكيد انا غادي تسالي لك في هذه الثلاث ايام يعني ما غاديش تخسر لك، ودائما كنفضل تكون الكميه ماشي كثيره باش ما عرفش انا اي خلطه الا بقات بزاف المفعول ديالها تيبدا يقلال. داكشي علاش كندير اي خلطه كندير فيها كميه قليله، واول حاجه كنجربها عاد كنعطيها للناس، يعني ما فيها هي لا اضرار لا حتى حاجه لا مشاكل، غادي تعجبكم. كنتمنى تجربوها وكنتمنى تعجبكم. نسيت ما قلت لكمش انه هاد الخلطه كتشديها كتحكي بها سنانك لمده 5 دقائق وانت كتحكي مزيان مزيان، لا قدرتي تخليهم واحد شويه في سنانك اوكي، ما قدرتيش ماشي مشكل، انا ما كنخليهمش غير كنحك بهم واحد 5 دقائق وصافي، كنحك سناني مزيان مزيان مزيان، كنشلل وكندير هذيك القرنفل، هذاك القرنفل والماء والنعناع، الماء دافي والنعناع، كندير هذاك القرنفل وكنشلل به فمي وصافي. لمده 3 ايام كيبدا يبان لك المفعول ديال هذه الخلطه، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تفيدكم. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه لانها بصح زوينه بزاف 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 غادي تعجبكم، وكنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم. شكرا بزاف على الدعم، وشكرا على الناس اللي كتصيفط لي اللي كتحط لي دي كومونتير كتصيفط لي دي ميساج، شكرا بزاف بزاف، وكنتمنى نشوفكم الفيديو الجاي بخير وعلى خير. باي باي.